في اسباب كثيره جدا لوجود طفل عنده تاخر. ممكن تكون اسباب وراثيه، ده عامل من العوامل، ممكن اسباب عمر الام نفسها اثناء الحمل والولاده، ممكن تكون اسباب بيئيه. عمر يعني يكون مثلا عمرها قليل كبير، يعني من بعد 35 نبدا نقلق، والام عندها احتماليه انها ممكن تخلف عن طفل عنده مشكله. جواز القرايب من الاسباب الرئيسيه لزياده نسبه التاخر عند الاطفال، وانواع مختلفه بقى يعني ممكن اتطرق ليها. البيئه عليها عامل كبير جدا، الحاله النفسيه للام اثناء الحمل عليها عامل كبير جدا في تشكيل وجدان الطفل وتشكيل طبعه وتشكيل احاسيسه وفكره وثقافه وادراكه. دي مشكله تانية في ناس بتتجاهلها، اللي هي الحاله النفسيه للام اثناء الحمل. يعني حضرتك تقصدي حاله نفسيه الام لو حاله سيئه ممكن بتؤدي لحاجات كتيره يعني؟ جدا بتؤدي يعني من ضمن اسباب التوحد، من ضمن اسباب التشوهات الخلقيه، من ضمن اسباب التقزم، من ضمن اسباب الهايبر اكتيف عند الاطفال، من حاجات كتيره جدا. الحاله النفسيه وطريقه تغذيه الام اثناء الحمل عليها عامل كبير في تكوين الطفل. في اسباب تانية بتؤدي للتاخر عند الاطفال، هي يمكن دي عند الأطفال؟ الحوادث يعني الحوادث، الحاله النفسيه، البيئه، الجزء الوراثي، جواز القرايب. في اسباب كتيره، ان هم انواع كتيره، اصل احنا بنشوف انواع معينه نتخيل ان هم دول زي ما قلت لك، ان هم ولد عنده فرط حركه، ولد شاب عنده توحد، او بنت عندها توحد، او ولد داون سيندروم، او ناس سي بي على كراسي متحركه. كل دي اسباب، يعني دي انواع اعاقات. بس احنا بنتخيل ان هم يعني دول بس، لا ده في حاجات تانيه زي صعوبات التعلم وزي بطيء التعلم، وزي يعني في حاجات انواع حضرتك يعني ما اقدرش احصرها في البرنامج.